Avec Cefax Airlines, voyagez smart. كان بإمكاننا باش نهيو المباراة معناها فايزين 5 أهداف لهدف أو 6 أهداف لهدف كما قلنا نجمو نكملو المباراة متعادلين إذا كان معناها يجيو 8 9 فرص معناها 4 أو 3 في الشوط الأول و4 أو 3 أيضا في الشوط الثاني ما سجلنا منهم هدفين لكن أهم شيء أننا معناها راضي جدا على عمر الجماعي تاع المنتخب التونسي لكرة القدم لأن المنافس كان صعيب المنافس لعبنا ضده مرتين في ال10 أشهر الأخيرة ما فزناش عليه خاصة في مباراة المستير لأنه كان يلعب معناها منقوص من اللاعب في تلك المباراة لأن معناها ما خلقناش فرص خلقنا فرص وهو كامل العدد مازالوا ناقصين كالكوز اوتوماتيزم معناها في الانترناسيونال لكن انا فرحان بالروح اللي شفته من الانضباط التكتيكي اللي شفته عند اللاعبين خاصة معناها بالمهارات الفردية نتاع اللاعبين جو سوي تخي سوربري ما كنتش نعرفهم ولا لاعبين ما كنتش نعرفهم برشا مش منحبش نسمي لك معناها باش نظلم ما نسميش لا مش كي باش نسمي في بالك اليوم لا كي باش نسمي باش ننسى ما تنجمش تنساني خاطر كي باش نسمي ننسى معناها سون توس معناها عملوا الكل معناها المباراة اللي كنا نستناو منها خاصة نقولوا انه في 4 أيام ولا في 5 أيام لازم تحضر المنتخب لازم تحضر مباراة كيما هذه تعرفوا انه التجمع نتاعنا كان على 3 مراحل لاعبين خلطوا نهار الاحد لاعبين خلطوا نهار اثنين ولاعبين خلطوا نهار ثلاثة ما تلم الشمل الا نهار الاربعاء العشية تدربنا تقريبا 28 لاعب اللي كومبوكي الكيماسيونال 3 سيونس دونترمون سي با سوفيزيون بور بريباري اون ماتش مي مالغري سا شفنا معناها روح جديدة موجودة في المنتخب دفاعين المنتخب كان منضبط يعني 4 مدافعين يلعبوا خارج الديار سامح دربيلي في فورمة كبيرة خليل شمامكي كيف رجع العاد رجع للفورمة نتاعو تراش انه نبيل معلول غامر برشا يعني حب يرضي ممكن الشيء حب يرضي الميكيري أكثر من انه يعمل على ولاد البيت انجليز لا معناها يلعبوا لبرا مش انجليزي سامحني معناها نبيل معلول مش موجود هنا نلعب الحياه العقليه هذه والله افيك Cefax Airlines فواياجي سمارت مش موجود باش نرضي العباد مش موجود باش نرضي معناها جماهير معينه انا موجود باش معناها نرضي كل جماهير التونسيه وما نقدر نرضي الجماهير التونسيه اللي موجوده الا بالانتصار الانتصار هو قبل كل شيء وما نرضي الجماهير التونسيه الا ما يعرفوني انا الاختيارات اللي عملتهم اريحيه كبيره من دين من غير ما نحاول مش نرضي حتى حد وما نعمل حساب حتى حد بليز امبورتون بالنسبه لي انا هي تونس تربح وارضاء الجماهير التونسيه العربيه مانيش ندخل معناها نحب نرضي ليكيب الفلانيه ولا ليكيب الفلانيه توصل ما انتهيش بعيد على هذا عندك الحق انها ديفونس انيديت اول مره تلعب مع بعضها في بداية الأسبوع في مخي أنا في عقليتي أنا كنت باش نعول على خليل شمام على اليسار وفكرت برشا نظرا للتفاهم اللي موجود بين خليل وبين يوسف المساكني في الجهة اليسرى خممت باش نلعب سامح الدرباري لكن قريت ألف حساب قريت برشا حساب خاطر تو نيبا معناها ليبر في لي شوا نتاعك من ناحية الترجي التونسي عمل مباراة هالحد الرحلة كانت مرهقة جدا عدوا 24 ساعة تقريبا ما راقبوش خلطوا نهار الأربعاء جي بخي تو سان كونسيديراسيون معناها حاجتي بالفريشور أكثر منها أي حاجة أخرى في اختيارات سانونتاش أنهم لما يعبدوا الاثنين اللي لعبوا على اليمين وعلى اليسار قدموا أنا جو سوي تري ساتيسفي بالروندمون Avec Cefax Airlines, voyagez smart.